رمضان يدق الأبواب وما زال هؤلاء النازحون يسكنون العراء وسط أجواء معيشية صعبة. أعداد اقتربت من 1000 عائلة في هذا المخيم وهم في حيرة من أمرهم، ولم ينظر لهم بأي منظار من قبل الجهات المعنية. للرمضان احنا كمؤسسة دا نوزع لهم مواد غذائية، وهم هجرة ومهاجرين راح نوزع لهم مواد غذائية وصحية، بس مع الأسف للعوائل جدد ما عندنا ما يوزعون. للمخيمات أغلبيتهم هسه صاحبين منهم منظمات ومتبرعين، هسه قللت عندنا مساعدات، فاحنا دائما نطلب، لأنه إذا نشوف العائلة كثير بها عوائل إنه يحتاجون مساعدات أكثر، بخصوصا من ناحية الصحة. بات حلم العودة إلى ديارهم أشبه بالمستحيل، وعدم إعمار مناطقهم المنكوبة وما خلفه تنظيم داعش الإرهابي من دمار فيهم يفسر البقاء في هذا العراء بأنه أرحم بهم من العودة دون توفر عنصر الأمان والعيش الرغيد. احنا معاناة النازح هي معروفة، ما يحتاج هو، ما احنا ما نريد نسافر ولا نريد نشتري طيارة ولا نريد نشتري سيارة، نريد المعيشة فقط، نريد المعيشة، نريد الأطفال يعيشون ونعيش بسلام وأمان. إحنا الحمد لله هنا بالإقليم وجدنا الأمان، ولكن في بعض المرات قبل كانت أكو منظمات تعين النازحين، أما هسه لا دولة ولا منظمات، فالناشط عن طريقكم المنظمات والدولة أن تعين النازح. والله طالب العودة نقول إحنا نريد العودة، بس تعرف أنت الوضع ما حل حل، يعني شو ولا مدنا والله نرجع، ليش إحنا ما نستغني عن مناطقنا وأهالنا، ماكو لازم نرجع، كل الأحوال لازم نرجع، بس احنا قاعدين هنا ومستقرين وعندنا ولد يشتغلون هنا ومستفادين على، وقاعدين مثل ما اقول امان هنا، اهم شيء الامان. بعيدا عن الاهل والديار، يستقبل نازحي مخيم بحركة شهر رمضان الفضيل وسط معاناة ومأساة لا تنتهي. عام سابع يمر بدون إيجاد الحلول لهم بالعودة إلى ديارهم المهدمة، ومطالبهم البسيطة باتت أشبه بالمستحيل. من مخيم بحركة، رياض الزبيدي، اليوم.